بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. ياريت قبل الاستماع إلى ومشاهدة الفيديو بضغطة لايك تدعمونا، واللي ما اشتركش في القناة يشترك. هناخد النهاردة نراجع على موضوع قصة أثر، وهما يتكلمان عن أثرين مهمين في مصر. وطبعا آثار مصر كتير، لكن الكاتب تناول عندنا في موضوع القراءة أو كتاب القراءة ذو الموضوعات المتعددة موضوع قصة أثر والكنيسة المعلقة. فدي مراجعة على هاتين الأثرين في مصر. تكلم الأول عن الكنيسة المعلقة، فبنراجع الأول الكنيسة المعلقة. فأول سؤال: تقع الكنيسة المعلقة على مقربة من جامع عمرو بن العاص ولا عمر بن الخطاب؟ يبقى طبعا احنا عارفين عمرو بن العاص، اللي هو جامع عمرو بن العاص. أيضا السؤال الثاني يقول: جددت الكنيسة اللي هي الكنيسة المعلقة، أو جدد الكنيسة المعلقة هو هارون الرشيدي ولا العزيز بالله الفاطمي ولا محمد علي؟ طبعا جددت في العصر العباسي اللي هو هارون الرشيدي أول مرة. تم تجديدها للمرة الثانية اللي هو السؤال الثالث، جدد الكنيسة هو في العصر الفاطمي اللي هو العزيز بالله الفاطمي. أما المثال اللي بعد كده أو السؤال اللي بعد كده، في عهد من الخلفاء الراشدين أو كم مرة جددت؟ تبقى جددت مرتين. تمام. سميت الكنيسة المعلقة بهذا الاسم لأنها بنيت على حصنين ولا بنيت على برجين؟ طبعا بنيت على برجين من الأبراج القديمة اللي هو حصن بابليون. ودفن في هذه الكنيسة رجال الدين المسيحي في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، ولا الثاني عشر والثالث عشر، ولا الثالث عشر والرابع عشر؟ طبعا الثاني عشر والثالث عشر. الأسرة المقدسة اللي هو سيدنا عيسى عليه السلام وأمه السيدة مريم عليهما السلام هربوا إلى مصر، ويقال إن الكنيسة بنيت على مكان احتمت فيه العائلة المقدسة هروبا من الألمان ولا الهكسوس أم الرومان؟ طبعا الرومان. وجددت في العصر العباسي ولا المملوكي ولا الفاطمي؟ طبعا العباسي. بعد كده هنتكلم عن قلعة قايتباي أو مراجعة الأثر الثاني اللي مقرر علينا اللي هي قلعة قايتباي. قلعة قايتباي بنيت على أثر أو مكان منار الأسكندرية ولا مكتبة الأسكندرية ولا مكان برجين؟ طبعا مكان منار الأسكندرية. طيب، بنيت في عصر السلطان قنصوة الغوري ولا قايتباي ولا محمد علي؟ طبعا قايتباي، ولذلك هي سميت باسمه قلعة قايتباي. استغرق البناء بناء قلعة قايتباي عامين أم ثلاثة أعوام أم عام واحد؟ طبعا انتهى البناء بعد عامين من بداية إنشاء القلعة. طيب، تعد القلعة قلعة قايتباي إنها مهمة في مصر، هذه القلعة، لأنها من أجمل القلاع ولا للدفاع عنهم ولا لضخامتها ولا أنها هي أكبر قلعة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط؟
طبعاً شاطئ البحر الأبيض المتوسط والدفاع عن المصريين، وتم شحنها بالسلاح والعتاد في عصر محمد علي أم قنصوة الغوري أم العثمانيين؟ طبعاً محمد علي ولا قنصوة الغوري ولا العثمانيين؟ العثمانيين. الجندي والمشاة تم شحن أيضاً القلعة بالجندي والمشاة والفرسان والمدفعية في عصر محمد علي ولا قنصوة الغوري ولا العثمانيين؟ طبعاً محمد علي الأحدث. وملئها بالمدفعية أيام محمد علي ولا قنصوة الغوري ولا العثمانيون ولا لجنة حفظ الآثار؟ محمد علي. تعد القلعة إن هي تم بنائها على مساحة 17,550 متر ولا 17 ولا 1,755 ولا 17,555؟ طبعاً 17,000 الأولانية، 17,550 متر. طيب يقول لي يتكون طوابق أو تتكون طوابق الأدوار يعني بتاعة القلعة ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ يعني ثلاثة طوابق ولا أربعة طوابق ولا خمسة؟ ثلاثة طبعاً. طيب بنيت القلعة بالحجر الأسمنتي أم الحجر الجيري أم الحجر الطيني؟ الطين يعني طبعاً هي بنيت بالحجر الجيري. وتعد فيها قوة حمايتها وشحنها بالسلاح والعتاد شحنها محمد علي، وأيضا ملأت بالطوائف من الجند والمشاة والفرسان والمدفعية أيام محمد علي ولا قنصوة الغوري برضو محمد علي. وزود القلعة بالمدفعية العثمانيين محمد علي، و اهتم بالطوابق بتاعتها وجددوها واعتنوا بيها تاني كان لجنة حفظ الآثار، وبتتكون من ثلاث طوابق تاني. بنعيد الكلام اهوت. أيضا القلعة الكلام بعيده تاني اهوت، مساحتها بنيت على 17,550 متر، وبنيت القلعة بالحجر الجيري أيام السلطان قايتباي، ولذلك هي سميت بقلعة قايتباي. يعني نستبعد الحجر الأسمنتي والحجر الجيري، وهي توجد في الجهة الشمالية الشرقية ولا الشمالية الغربية؟ طبعا بتعد أو بتقع في الناحية الشمالية الغربية. دمتم في أمان الله، أتمنى لكم النجاح والتوفيق.